هل تعرفين أن شعرك يتأثر بتغير وتبدل الفصول الأربعة؟ نعم، إنها معلومة صحيحة، ولو أردت التأكد منها راقبي شعرك وستتأكدين منها بنفسك. تخبرنا جداتنا بأن نهاية شهر أيلول وبداية تشرين الأول هي فترة يتساقط فيها الشعر وبكثافة، لأنها تتزامن مع محصول الباذنجان الذي لا يزورنا إلا مرة واحدة في السنة، لكن لم يعلمنا أن تلك المعلومة صحيحة، إذ يؤكد أطباء الجلد بأن دورة حياة الشعر تتراوح بين سنتين إلى 6 سنوات، وأن 90% من شعرنا ينمو في أي وقت، وبأن البقية أي 10% من شعرنا تبقى على حالها لمدة تتراوح بين 2 إلى 6 أشهر قبل أن تتساقط جميعها. المدهش بأنه في هذا الوقت فإن بصيلات شعرنا تحتاج لأخذ استراحة لمدة 3 أشهر قبل أن يبدأ نمو الشعر من جديد، لكن لنعرف كيف ممكن نحافظ على صحة الشعر بهالفترة من السنة وشو الحلول للعناية بالشعر. بنرجع لبرنامج صباحنا غير. سالي، مثل ما تبعنا يمكن مشكلة بيعانوا منها كثير من الصبايا والسيدات، تساقط الشعر، كيف فينا نعالج الشعر ضمن كمان إمكانيات مادية متاحة بظل هيدا الغلاء؟ رح نحكي عن هيدا الموضوع أكثر مع ضيفتنا إلين الهامس، خبيرة في مجال التجميل. يسعد صباحك. وأهلا وسهلا فيك. صباحكم، أهلا فيكم. يسعد صباحك إلين، نورتي صباحنا. يعني اليوم موضوعنا هلا كل هيك حديث البنات، الكل عم يهر شعري، أكيد. عم فوت على الحمام، عم ينزل خصال، شو السبب؟ وفي منهم بيقولوا يعني بتيجي بتسأل أمها بتلاقي هلا موسم الباذنجان. فايش بعرف؟ هلا هو ما له علاقة بموسم الباذنجان، بس هو علاقة هو تبدل الفصول بين الصيف وبين الشتاء، يعني فصل الخريف هو اللي بيخلي فروة الرأس تجدد مشان الشعر وبيصير بهر. هلا طالما عم بهر بين 50 ل 150 شعرة باليوم، نحن بالحد الطبيعي. وهو مثل يعني جلدة الراس، مثل جلدة الوجه، تتعرض للجفاف. الجفاف بيخلي الشعر يتساقط أكثر، فنحن لازم هون بدورنا نصير ما نعمل ستريس ونعمل بيأثر بيصير بهرب زيادة، لأنه بيصيروا بيخافوا بيرتعبوا ليكون صاير معي شيء، ليقوم أصلع ليقوم. كل البنات عندهم هوسهم شعرهم، لانه هو الواجهه، يعني بتاج الصبيه او السيده، يمكن هيك بتحب تشوف حالها باجمل طلي. خلينا نحكي بالبدايه عن الاخطاء الشائعه اللي ممكن ترتكبها الصبيه بدون ما تنتبه، لحتى انا ما افوت بمجال المعالجات والقصص العميقه. شو هي الاخطاء اللي لازم انا اتفاداها؟ يعني في كثير من الناس يمكن بشكل يومي سشوار، موديلات احيانا. صرنا عم نشوف صبيه عمرها 16 سنه عاملة حالة ورايحة مثلاً بشكل يومي على المدرسة وعلى الجامعة، صاروا يروحوا بتعب شعرها. يمكن هو البيبي ليس والفيرات والسيشوارات كلها بتعب الشعر، وكيف كمان فصل الصيف والشمس، هاد كله بتعب الشعر. هلا اللي متعودة على السيشوار او عندها يعني لزوم شغل انه تخلي شعرها يكون دائماً معمول، وهي ما فينا نقلها انه لا تعملي شعرك، بس فينا نقلها مثلا تستخدم مستحضرات هي وعم تعمل مثل بديل الزيت اللي عم بحطوه، او كريمات للعنايه، ماسكات قبل السيشوار، ممكن تحمي الشعر من هي الحراره الكثير يعني عاليه. صحيح. على الشعر تخليه ما يعود يطقطق او يقصف او يصير يتنتف من نصه هيك. وممكن هلا الاخطاء الشائعه اللي بتصير هي انه مثلا يصيروا يعملوا خلطات بالبيت، يحطوها على شعرهم، شيء بتلاقي على الفيسبوك بيض وهالقصص، هي ممكن تاذي الشعر، ممكن تعمل انسداد بالمسامات تبع الشعر، تصير يهر زياده، واصلا الحاله النفسيه والعصبيه اللي بيمر فيها الشخص بتخلي يرجع يضل يهر. متى ما حط براسه الشخص انه عم بيهر شعري، ليش عم بيهر شعري، بصير يلا يلا، لانه نفسيا هي بتصير القصه.
تمام. إلين يعني مثلا كثير من الصبايا هلا مثلا مثلي انا كان كثير يهر شعري وكان خفيف لدرجه ما أنا طبيعيه فلجأت للفيتامينات، قديش الفيتامينات بتعطي تاثير ايجابي ولكن لازم تكون مدروسه؟ واحيانا بتنصح، يعني هذا السؤال بيسالوه ايه بتنصح؟ ايه بتنصح. ايه خلينا نحكي عنهم هلا. نحن الامور اللي بتفيد الشعر ومن جوا هي ممكن نحكي مثل ما قلتي الفيتامينات بتفيد، بس الفيتامينات عن طريق مثلا دكتوره توصفها بكميات مدروسه تتاخذ لمرحله معينه من الوقت. مثلا السيده اللي بتكون حامل وولدت بتعاني من تساقط شعر لازم تاخذ فيتامينات لترجع تساعد جسمها يرجع يعدل اللي خسره بهالفتره هي. الفيتامينات بتفيد. في عندك شغلات الخارجيه اللي بتفيد، ممكن انه تدليك فروه الراس بزيوت خاصه للشعر مثل مثلا زيت جوز الهند كثير كثير نافع. هي الاشخاص اللي ما يعني اللي يعني لحتى نكون بالبيت ونضل عم نهتم بشعرنا. في عندك في اداه خصوصي اذا بتشوفيها بالسوق بيعملوها هيك بالشعر لحتى تدليك لحتى تحريك الدوره الدمويه بالشعر. هي كثير منيحه ومفيده. تمشيط الشعر بشكل دائم بيفيد كمان هذا لتحريك الدوره الدمويه بالشعر. في عندنا كمان الحنه للي شعرهم مايل للغامق كثير بتفيد وبتساعد انه يوقف الشعر يهر. عندنا البلازما، عندنا الميزوثيرابي هو الفيتامينات اللي بتنحقن بالشعر عن طريق دكتوره مختصه بتساعد كمان انه يطلع شعر جديد ووقف يوقف تساقط. طيب لكل الناس اللي مش قادره يعني على الحلول الطبيه ماديا ممكن تعمل خلطات بسيطه بالبيت تساهم بحمايه الشعر، خلينا نحكي عن هدول. كثير مثلا في بعض عن اجدادنا بيقول لك زيت الزيتون، في ناس بتقول لك زيت المقدوس، في ناس كثير قصص بتسمعيها بتلاقي العالم عم تشتغل عليها، بيضه فركتيه شعري. خلينا نحكي عن هدول اللي ممكن الناس تقدر بتناول الايدي يعني ما تتكلف كثير ضمن هي الظروف. هلا عليك يعني مثل ما عم تقولي زيت الزيتون نافع، بس زيت المقدوس انا يعني بشك بهذا الشيء مثل ما عم بتقولي. انا ما بحب هذه الخلطات اللي بتنعمل بالبيت لانه كل شخص فروه راسه مختلفه عن الثاني وما فينا نحزر لحالنا شو نحن. طبعا بس إلين يعني الشيء اللي ممكن يكون عام يعني مثل زيت الزيتون. مثل زيت الزيتون مثل عندك زيت جوز الهند كثير منيح كثير كثير منيح. على المقليه ينعمل مثلا مره بالاسبوع، فينا انه ندلك شعرنا فيه نتركه. في زيوت مثل ما قلتي السبعه. في خلطات متواجده هلا بالسوق عم بيستخدموها، بس شو نتائجها ما حدا بيقدر ياكد لك 100% انه والبصل عم بيستفيد ولا البصل. بتسمعي بابونج بيقولوا لك يعني في كثير اشياء بيقولوا لك اياها. هلا هو بالنهايه هدول كلهم نافعين، بس كمان ما بتعرفي شو رح تكون عوارضهم الجانبيه لبعدين. تمام. هلا مثلا مثل الشعر الاشقر ما فيك تحطي له زيت طبعا لانه يغمق، ولا تعملي له حمامات زيت. فيك تجيبي هلا صار في كريمات اللي موجوده بالسوق ومانه سعرها غالي عم بحطوه عم يعملوا حمام كريم بعد يعني لتترايت. لتترايت الشعر ويخليه يكون منيح. يعني ذكرتي عدة امور إلين، ولكن دائما نحن بنقول انه اللي جوا اللي نفسيته مثلا خلينا نقول مرتاحه، اللي غذائه صحي قد ايه الغذاء بيلعب دور؟ طبعا الغذاء الصحي كثير له دور. هلا بتلاقي بعض الصبايا اللي بيكونوا سمنانين بتلاقيها بدها تنحف بشكل سريع، تعمل نظام غذائي قاسي وغلط، بتقوم بيصير عندها تساقط شعر بشكل مو طبيعي وبتقول لك رح اصلع. يعني بتكون عم نعالج شيء بنصير بشيء ثاني. في عندك الامور الوراثيه اللي يعني اللي بيهروا شعرهم وعندهم صلع وراثي ما في هذا واحد يتحكم فيه. صحيح. فكثير مهم الوحده اللي عم تعمل دايت تهتم باكلها، تاكل اكلات يعني تاكل كل شيء خضار فواكه من كل الانواع لانه جسمنا بحاجه كل شيء بس بكميات قليله. طيب بدنا نتشكرك خبيره التجميل إلين الهامس على وجودك معنا. شكرا لكم كمان.
شكرا لك إلين، ان شاء الله هيك بيكون لنا وقفات ثانيه بحلقات ثانيه ومواضيع ايضا بتهم الصبايا. اهلا وسهلا فيكي. انبسطت فيكم. شكرا لك. يمكن سالي عالم التجميل عالم واسع جدا، كثير من الصبايا والسيدات بيتابعونا وبيحبوا هي التفاصيل، بتحب المرأة دائما تبين بأجمل أطلالة شو ما كانت الظروف المحيطة. مع عالم التجميل والمرأة بتكون رحلتنا الصباحية وصلت للختام.